يلا يلا. توج فريق تنس الطاولة لنادي اتحاد سيئون ببطولة الفقيدين قحطان بن سنان عضو الاتحاد اليمني لتنس الطاولة وأحمد بحرق عضو الفرع في الوادي سابقا، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نادي الوحدة من تريم في البطولة التي أقيمت في صالة با معبد في سيئون، والتي جاء تنظيمها بعد فترة انقطاع طويلة بهدف تنشيط لعبة تنس الطاولة في الميدان الرياضي بوادي حضرموت الذي بات يستقطب الكثير من اللاعبين والهواة بمختلف الألعاب الرياضية. حقيقة أتت هذه البطولة تحمل أهداف كبيرة جدا، من أهمها استمرارية نشاط هذه اللعبة، لعبة تنس الطاولة، اللعبة الرائدة في وادي حضرموت، وستكون إن شاء الله هناك استمرار لهذه اللعبة ولبعض البطولات، وكذا إقامة بعض الدورات في مجال التدريب أو في مجال التحكيم. أيضا إن شاء الله سيتم التنسيق مع الاتحاد العام إن شاء الله لاستضافة بطولات على مستوى الوطن بشكل عام. وشهدت البطولة مشاركة 6 أندية تم تقسيمها على مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى البرق والوحدة من تريم وريبون حريضة، بينما ضمت المجموعة الثانية اتحاد سيئون وهلال السويري والاتفاق من الحوطة. وتأهل الوحدة للمباراة النهائية بعد فوزه على البرق وريبون، بينما جاء تأهل الاتحاد بعد فوزه على الاتفاق والهلال، ليحسم الاتحاد النهائي لصالحه بثلاثة أشواط لشوط واحد. الحمد لله اليوم توفقنا وحصلنا على بطل الدوري التنشيطي، وإن شاء الله نطمح لبطولات قادمة ونهدي الفوز إن شاء الله لنادي اتحاد حضرموت مثل ابن بالريس الهدار. حقيقة هذه البطولة ستعيد للعبة أو ستعيد للأندية نشاطها في لعبة تنس الطاولة، وأيضا الاستحقاقات القادمة ستكون لها فعالية وإيجابية ممتازة، خاصة وأن اللعبة بدأت تنشط حاليا في الأندية، ونتمنى أن تكون نتمنى من الاتحاد سواء كان الاتحاد العام أو الاتحاد الوادي والصحراء دعم الأندية في هذه اللعبة ودعم جميع الشباب في انخراط في النشاط الرياضي سواء كان كرة القدم، الطاولة، أي لعبة تنشيطية، خاصة وأن التحديات الآن أصبحت للشباب تحديات صعبة جدا. وفي فئة الشباب كان مقررا أن يلعب في النهائي سيئون والاتفاق بالحوطة المتأهلان سابقا، إلا أن فريق تنس الطاولة لنادي سيئون غاب عن النهائي وحضر الاتفاق، حيث أقر الفرع اعتبار الاتفاق فائزا. الأندية الرياضية في وادي حضرموت تأمل أن يتم تفعيل مثل هذه الأنشطة والبطولات بشكل مستمر ومنظم، وتوفير الأجواء المناسبة لممارسة اللعبة، ليتمكن اللاعبون من اكتساب الخبرة الكافية للمشاركة وتمثيل المحافظة في البطولات الخارجية.